نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم. إلى العناوين: الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الضالع ومحيط صنعاء. ناشطون يحذرون من حدوث انفجار بمخازن الإخوان في مارب. جماعة الحوثي تقتل 82 مدنيا في الحديدة خلال 3 أشهر. ميليشيات الإخوان تنهب أموال أحد المواطنين في شبوة. أهلا بكم. إلى التفاصيل: أفشلت القوات المشتركة محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم في جبهة شمال غرب محافظة الضالع وجبهة الفاخر المحررة، وفي محيط العاصمة صنعاء كبدت فيها قوات الجيش والقبائل مسنودة بالتحالف العربي ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة صرواح في غرب مارب وصلب في نهم في صنعاء. وفي الحديدة أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران الميليشيات الحوثية التي كانت تستهدف الأحياء السكنية في مدينة التحيتة جنوب المحافظة. وأكد مصدر في القوات المشتركة استمرار التصعيد الحوثي في جبهة الساحل الغربي وبشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية. حذر ناشطون سياسيون اليوم الأربعاء من مخاطر حدوث انفجار مماثل لما حدث في بيروت بمخازن جماعة الإخوان في مارب، وذلك جراء وجود كميات كبيرة من مادة الفسفور شديدة الانفجار. وأكدوا أن لدى ميليشيات الإخوان كميات كبيرة من مادة الفسفور شديد الانفجار، استخدموا جزءا منها في تفخيخ السيارات والجزء الأكبر لا زال مخزنا لديهم. كشفت إحصائية جديدة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية وكيلوا إيران في اليمن قتلت 82 مدنيا في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة خلال 3 أشهر. وتشير الأرقام التي وثقت جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الجاري أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال. وأطلقت ميليشيات الحوثي مرارا قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المناطق المحررة بالحديدة وعمليات قصف وقنص استهدفت المدنيين. نهبت شرطة النجدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الإخوان بمحافظة شبوة ممتلكات وأغراض المواطن أحمد سالم فرج الخليفي، وذلك بعد اعتقاله عدة ساعات. واعتقلت ميليشيات الإخوان المواطن الخليفي وصادرت أمواله وأغراضه قبل أن تفرج عنه دون أن تعيد له ممتلكاته. حذر مركز الأرصاد اليوم الأربعاء من موجة أمطار جديدة على عدة محافظات خلال 48 ساعة القادمة، ونوه إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات المحويت وحجة وصعدة وعمران. ولفت إلى أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الصحراوية لمحافظة المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وشدد على أن المناطق الساحلية الغربية وأجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها ستتأثر بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية. تبدأ يوم غد الخميس أول رحلة على الخطوط الجوية اليمنية إلى أرخبيل سقطرى، وتعد الرحلة الأولى منذ تعليق الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي في مارس الماضي، وذلك بسبب جائحة كورونا. وتأتي عودة الخطوط الجوية اليمنية إلى أرخبيل سقطرى لتسهل تنقل المواطنين من وإلى خارج الجزيرة. نهاية النشرة، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.